عودة مرة أخرى للحوار مع الدكتور محمد مايط وزير المالية. سيادة الوزير، الشارع المصري زي ما بقول لحضرتك يحمل الحكومة أيضا جزء من المسؤولية، يعني القضية ليست فقط قضية أزمة عالمية بتنعكس وكلها تداعياتها على مستوى الأسعار والاقتصاد ومعدلات النمو وغير ذلك. يعني خليني أجاوب على سؤال حضرتك، بس أنت قلت آخر حاجة حابب أعلق عليها وبعدين أروح للسؤال. معدل النمو احنا 6.6 دول، 6.6. انا بقول لحضرتك يعني اعلى سنه على مدار 21 سنه كانت مره ولا مرتين حوالين السبعه، او ثلاث مرات بكتير حوالين السبعه، ما دون ذلك كنت بتلاقي 2 و3 و4 وكلام من هذا القبيل. 6.6 انت عاملها في ظل الظروف، الوضع العالمي، حتى في وسط جائحه كورونا وكله قافل، كنت انت من الدول القليله في العالم اللي كانت عامله ايجابي 3.6 وثلاثة وثلاثة في السنتين بتوع كورونا، الباقي كله كان بيعمل بالسالب. فده ما بيجيش إلا من إيه؟ من مشاريع شغالة. ده ما بيجيش إلا من زي ما بيقولوا كده إيه، توظيف، يعني بيعمل توظيف وبيحسن الخدمات المقدمة للناس وبرضو إنتاج. لكن أحوال الناس تعبانة. كويس، خلينا ناخد جزئية جزئية. لو أنت ما عندكش نمو بهذا المستوى، هتلاقي في معدل البطالة يزيد. يعني انت مثلا الفترات اللي هي 2013 و14 و12 كده، انت كنت بتتكلم في معدل البطالة 13.3، واخد بالك؟ انت النهاردة خلصت في 30/6 بمعدل بطالة 7.2، وبرغم انك انت ايه عندك نمو سكاني وعندك ناس 1,000,000 كل سنة بيخشوا سوق العمل، ده ما كانش هيتوفر ليهم فرص عمل الا بمعدلات نمو. ولو عاوز انك انت تحل مشكلة البطالة لازم توصل بمعدلات نمو سنوية مستدامة فوق 7%، 7.5 وما الى ذلك. طب عاوز تمولها، هتمولها ازاي؟ يعني انت بتقول انا عاوز اعمل مشاريع، المشاريع ديت في مياه الشرب، في تحلية مياه البحر، في مشاريع مستشفيات ومدارس وما الى ذلك، ومصانع ومزارع وكل حاجة في تمويل. ممكن تقول لي والله الحكومة والقطاع الخاص والاجنبي يجي والكلام ده كله، ده صحيح. نرجع بقى للمواطن، المواطن بيقول والله الحكومة عندها اخطاء. ما فيش حكومة في العالم ما عندهاش أخطاء. بس هو نفس المواطن ده اللي أشاد بالحكومة في إدارتها للأزمة بتاعت كورونا. وقال لا، الحكومة أدارت أزمة كورونا من أفضل ما يمكن، ما حسيناش بالأزمة بكل التدخلات بتاعتها بكل إدارتها. بس الأزمة دي لو أنت بتلوم فيها الحكومة يبقى تلوم فيها كل حكومات العالم. لأن كل مواطنين العالم بيعانوا من الأزمة دي. كل مواطن اسأل في أي دولة في العالم بيعانوا من ارتفاع الأسعار، بيعانوا من فواتير الطاقة، الكهرباء، الغاز، المية، اللي فهي أزمة عالمية مش أزمة محلية. لو إنه العالم عايش مستقر وما عندوش الكلام ده وأنا بس اللي عندي الكلام ده، لومني. ممكن تقولي بس أنت الأسعار عندك أعلى في بعض الحاجات غير الاسعار، اقول لك اه. ممكن تقول لي كان ممكن تبقى الاوضاع يعني في بعض الحاجات تانية يعني اقل من حدتها، ممكن، بس احنا برضو بشر. يعني احنا مشينا في السياسات والسياسات دي اشاد بها المواطن في فترة كورونا. دلوقتي بتقول لي المواطن، انا مقدر انه اسعار السلع النهاردة بالنسبة للمواطن وبالنسبة لمستوى معيشته فعلا مؤثر عليه سلبا ومسبب له مشاكل. بس انا بقول لحضرتك لو سألت اي مواطن في العالم هتلاقي نفس الوضع ده. ده انا اشوف مثلا دولة زي بريطانيا، الدولة دي انا رحتها سنة 94، عدد سكانها 65 مليون. النهاردة في 2022 هم نفس العدد 65 مليون. انا في 94 كنت كام مليون؟ كنت 60 مليون، انا النهارده 104. يعني 2.5 مليون سنويا بالظبط، 2.5 مليون سنويا. فخد بالك، يا ترى هل انت عندك الاراضي الزراعيه بقت الضعف؟ العكس حصل. هل انت عندك المصانع بقت الضعف؟ العكس حصل. فانت برضو ما يعني خد بالك، انت بتدير مع، لا هو انت مش جاي من مشكله كهرباء الناس عاشتها قد كده؟
ما انت حلتها لها. ممكن تقول لي بس ايوه تكلفه الكهرباء بقت غاليه وبقت شديده علينا، ايوه بس كان ممكن ما تتحلش وتبقى ما فيش كهرباء من اساسه، ما في دول حوالينا ما عندهاش كهرباء بالاسبوع، فانت عشان تحلها صرفت 1.5 تريليون مثلا. هو مره تانية هو مش كنا عمالين صعبان علينا ليل نهار المواطنين اللي عايشين في المناطق الخطره والصعبه والمقابر والبتاع، ما انت صرفت قد كده عشان تحل المشكله دي. هو انت مش كنت بتتكلم على شبكة طرق وكباري وأنفاق مبهدلة وصعبة وما إلى ذلك وبنقف في إشارات المرور قد كده، ما انت حلتها وخبهتها. ما انت كنت بتتكلم على انه الناس بتقف طوابير على أنبوبة البتجاز، ما انت حلتها. ما النهاردة الغاز بيوصل والأنبوبة البتجاز متاحة. ما انت كنت بتتكلم على الناس بتصحى من الفجر تقف في طابور البنزين والسولر، ما انت حلتها. وحلتها ايه؟ انت النهاردة بتجيب الحاجة بضعف سعرها، انت حلتها. فانت كنت بتتكلم على انه جزء من تحريك الاسعار هو عدم التناسب ما بين العرض والطلب، يعني السلع مش متوافرة، انت حلتها. بس الازمه دي المكونات والاثار بتاع سعر الصرف والكلام ده بتلعب دور معاك. فانا بس عاوز اقول يعني الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، الكمال لله وحده. احنا ده اجتهاد، احنا اجتهاد ومفيش حد جاي يخلد. اجتهدنا، تم الاشاده باجتهاد الحكومه في اداره ازمه كورونا، تم الاجتهاد في حل مشاكل مستعصيه واجهتها الدوله خلال الفتره اللي فاتت، سواء على كل الحاجات اللي انا شرحتها ديت وتوفير الامن للناس وكمان يعني عملية ان احنا الخدمات بتتحسن.